بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في اول لقاء ليا مع حضراتكم مع جريدة نسمات. والنهاردة احنا هنتكلم في السعادة قرار شخصي. السعادة قرار شخصي ده مش هاشتاج، ده مش عنوان، ده مش بوست. السعادة قرار شخصي، ده منهج حياة. هتقول لي يا محمد يا عامر، يعني ايه السعادة قرار شخصي؟ السعادة قرار شخصي واحنا في الكورونا واحنا في الحظر؟ السعادة قرار شخصي واحنا الدنيا غالية والدنيا قاعدين في البيت والكهرباء زادت؟ هتقول لي السعادة قرار شخصي واحدة في اللي احنا فيه ده؟ اقول لك ايوه، سعادة قرار شخصي. السعادة قرار شخصي منهج حياة. هو الخلاف ما بيننا دايما هيكون في مفهوم السعادة. السعادة دايما، الخلاف دايما هيكون ما بيننا في مفهوم السعادة. يعني ايه سعادة؟ يا ترى ان انا معايا فلوس يبقى هي دي السعادة؟ يا ترى ان انا بشتغل عشان اجيب فلوس كتير وفي منصب حلو والدنيا حلوه وجميله تبقى هي دي السعاده؟ يا ترى انا الموضوع بالنسبه لي ايه؟ ان انا عايش في عيشه حلوه ومرتاحه هي دي السعاده؟ السعاده مش كده خالص. انا ممكن يبقى معايا فلوس كتير وما انا مش حاسس بسعاده، ممكن ابقى واخد منصب وما ابقاش حاسس بالسعاده، ممكن يبقى بملك كل حاجة ومانيش حاسس بالسعادة، لأن أنا مانيش محدد هو إيه مفهوم السعادة. هو إيه مفهوم السعادة؟ السعادة يا أصدقائي هي السلام النفسي، هي الأمان، هي الاطمئنان، هي النفس المطمئنة. ودي المفتاح الرئيسي بتاعها، أو المفتاح الأصيل بتاعها، هو الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر. لو انا مؤمن تماما بالقضاء والقدر ومؤمن تماما ويقينا بالله، انا كده خدت المفتاح الرئيسي للسعاده، لان انا خلاص بقيت مطمن. هو ده المفتاح الرئيسي، الايمان بالله هو المفتاح الرئيسي ان انا ابقى انسان سعيد. المفاتيح التانية كتير وهنتكلم فيها على مدار حلقات طويلة، لان احنا النهاردة بس هنتفق على شوية مفاهيم. هنتفق يعني ايه سعادة ويعني ايه قرار شخصي. مفيش حد هيخبط على الباب عندك ويقول لك خليك فاكر ان انا جايب لك السعاده بكره الساعه 6، مفيش حاجه اسمها كده اطلاقا. بالمره مش هيحصل الكلام ده. السعاده جواك انت اللي بتملك مفاتيح السعاده. انا هيبقى دوري مع حضرتك ان احنا ازاي ندور على مفاتيح السعاده جوه كل واحد فينا. هي ايه؟ يعني ايه بقى كلمه سعاده؟ ويعني ايه اطمئنان؟ ويعني ايه احنا بنتكلم في ايه؟ هي السعادة ان انا ابقى مبسوط كل الوقت وطول النهار بضحك وبهرج وبقول دكت وبقلش؟ لا، مش هي دي السعادة خالص. السعادة هي السلام الداخلي، هي الاطمئنان، هي اليقين ان الحالة اللي انا فيها دي هي احسن حالة ربنا ارادها ليا ان انا اكون فيها. وعشان كده الرضا هنا هو المفتاح الرئيسي. الرضا باللي انا فيه هو المفتاح الرئيسي. طب الرضا ده يتعارض مع الطموح والاحلام والكلام؟ بالمره مش هو ده موضوعنا، ومش هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. احنا هنتعرض له بس ده بعيدا عن موضوع السعاده. السعاده هي السلام، ان انت تبقى سعيد وانت بتعمل كل حاجه. ده احنا في حاجات كتير قوي نقدر نعملها ونبقى سعداء، ونبقى سعداء جدا كمان. طيب، هو اذا كان المفتاح الرئيسي بالنسبه لي هو اليقين بقضاء الله والرضا بيه، طيب امال انا مش سعيد ليه؟ طب ما انا راضي، امال مش سعيد ليه؟ لان في مفاتيح كتير بالنسبه لك لازم تحسسك بالسعاده، ولازم تحسسك بان انت فعلا انسان راضي عن نفسك. هو المؤشر هنا رضاك عن نفسك، ان انت عامل كل اللي عليك، ان انت متصالح مع نفسك. الله، يعني ايه متصالح مع نفسك؟ هو في حاجه اسمها متصالح مع نفسك؟ ايوه يا فندم، ايوه يا انسه، ايوه مدام، ايوه صديقتي، ايوه صديقي. في حاجه اسمها ازاي ابقى متصالح مع نفسي؟ ان انا ما باتش ليله وانا زعلان من حد. ده حاجه جميله قوي وحاجه راقيه قوي، وتخليك عندك مفتاح كبير قوي من مفاتيح السعاده. طب بس ده زعلني، ده غضبني، ده عمل، ده سوى. ما انا لازم ابقى عندي القدره
ان انا اتعامل مع كل المشاكل. احنا في حياة ودي دنيا يعني مليئة بالمشاكل ومليئة بالعثرات ومليئة بكل شيء، لازم ابقى مهيئ لها ان لما تحصل المشكلة انا هعمل ايه، انا ايه دوري، وايه مبرمج نفسي ومبرمج ذاتي على ايه اللي انا هعمله علشان ابقى انسان سعيد وابقى انسان مطمئن جوايا طمأنينة وسكينة وهدوء. الهدوء هنا يا جماعة مش ان انا ما ازعقش، طبعا احنا المفروض ما نزعقش، بس الهدوء هنا اللي جوانا، زي انا بتكلم على السعادة اللي جوانا، الرضا اللي جوانا، ايا كانت المعطيات، ايا كانت المعطيات، لان هو ده عمر بتاع حضرتك وبتاع حضرتك، لازم تعيشه وانت مرتاح وانت متهني عشان تقدر تستمتع بنعم ربنا عليك. هو مجرد ان انت صبحت الصبح وقلت الحمد لله صبحنا على خير اهو، ده رسالة من رب العالمين ان انت قدامك فرصة ليوم جميل لعمر جميل. في كل صباح في بعث جديد، بعث جديد بمعنى ان انت عندك الفرصة ان كل اخطاء امبارح نقدر نعدلها النهاردة، كل اللي ما عملناهوش امبارح نعمله النهاردة. هلاقي واحد من اللي قاعدين معايا دلوقتي بيقول لي ايه، بيقول لي طب ما هو امبارح زي النهاردة زي بكرة، ده اللي ايام شبه بعضها. اسف، لو امبارح عدى على خير والنهاردة هيبقى زيه ويعدي على خير جميل، لكن لو كنت عملت حاجة غلط امبارح وصلحتهاش النهاردة تبقى جات لي الفرصة وانا اللي ما اشتغلتش عليها. ارجوك كل يوم، كل يوم الصبح اول ما تصحى احمد ربنا انه ادالك هذه الفرصة الجميلة ان انت لسه قدامك عمر جديد تقدر تصلح فيه كل حاجة. اولا ما تشغلش بالك باخطاء امبارح لان انت ندمك عليها النهاردة هيضيع منك النهاردة كمان. استفيد من خطأ امبارح وما تحملش هم بكرة، لان انت لو حملت هم بكرة هتغلط النهاردة. احنا النهاردة انت بتعمل ايه النهاردة هو ده اللي هيوصلك لبكرة على خير، هو ده اللي هيحقق لك نتيجة بكرة. النتيجة اللي هتحصل بكرة هي شغلك النهاردة. عشان كده بقول لك انت مفاتيح السعادة معاك انت، انت اللي بتستهلك وقتك وانت اللي بتستهلك دماغك، انت اللي بتستهلك وجدانك، وجدانك ومشاعرك واحاسيسك وتفكيرك واعصابك، كل ده لازم تحافظ عليه. اي حاجة بتوترك بلاشها، اي حاجة بتتعب بتضغط على اعصابك بلاشها، اي كل الاشخاص السلبيين اللي حواليك ابعد عنهم على قد ما تقدر، لان الاشخاص السلبيين مش هيجيلك منهم حاجة. انت عايز شخص ايجابي تشحنه ويشحنك، يديلك قوة، يديلك دفعة، يديلك باور، يديلك سعادة. السعادة يا صديقي شيء جميل جدا. باب التسامح كمان، او مفتاح التسامح من مفاتيح السعادة القوية جدا. يعني ايه مفتاح التسامح؟ يعني اي اسيب اللي يغلط يغلط واللي يعمل يعمل سبحان الله انت اللي هتحس بالرضا طول ما انت قادر على التسامح وعندك القدرة على التسامح. صدقني انت اللي هتبقى راضي عن نفسك. طيب تعالوا النهاردة كده واحنا مع بعض نجرب مفتاح التسامح، واحنا هيبقى لنا في كل حلقة شوية مفاتيح بنتكلم عليها. تعالوا النهاردة نجرب مفتاح التسامح. يعني خلي النهاردة كده بعد ما نخلص الحلقة بتاعتنا، حضرتك لو كنت صليت العشاء ادخل صلي العشاء، ودور على التليفون بتاعك ودور على الارقام بتاعتك، شوف مين فيهم اللي زعلان، اللي انت زعلان منه، مين فيهم اللي انت واخد على خاطرك منه، مين في الارزام اللي عندك اللي انت يعني لما بتيجي سيرته كده بتتضايق، اطلبه قول له مساء الخير انا وحشني صوتك، مساء الخير يا خالتي انا من اخر مره كنت عندك ما سمعتش صوتك. اكلم حد اكون انا زعلان منه واكلمه وطيب، مش هو اللي مزعلني، لا انا هطيب انا خاطره وهكسب كتير قوي، وهروق بعد ما اخلص المكالمه بقى هلاقي الدنيا حلوه قوي وهلاقي نفسي راضي عن نفسي. القدره على التسامح والقدره على ان انا انسى وتجاهل الاخطاء بتديني انا احساس بالنقاء الجميل، احساس بالنقاء بيخليني فعلا استشعر السعادة الحقيقية جوايا، لان انا انسان، انا انسان ممكن اغضب ممكن ازعل ممكن تجي لي مشاكل ممكن تكون لحالة جعائية، لكن قدرتي على التسامح في ظل الضغوط الصعبة دي لا ده شيء جميل قوي وشيء راقي قوي. لا ده هو كمان بيديني الاحساس بالرضا، الاحساس بالرضا، وبتلاقي الاخر بيذكرك دايما بالخير. على فكرة من الحاجات اللي بتخليك سعيد دايما ان اللي حواليك يذكروك بالخير. طب بمناسبة اللي حواليك، هو انا ممكن ازاي باللي حواليا ابقى سعيد؟ ده هندي مفتاح صغير قوي ازاي ابقى سعيد، لو كلمة شكرا، لو كل واحد قال لمراته شكرا على كل كوباية شاي بتعملها له، لو هو جاي من بره مراته قالت له شكرا على اي حاجة هو جايبها، لو
لو الابن قال لمامته شكرا، لو الام طلبت من ابنها حاجه لو عملها وقالت له شكرا، لو حضرتك كنت نازل حد بيدي لك مفتاح العربيه قلت له شكرا، لو واحد بيعمل خدمه هو مش منتظر عليها شكر حضرتك طبطبت على كتفه وقلت له شكرا. كلمه الشكر بتدي معنويات حلوه قوي وجبران خاطر. وعلى فكره جبران الخواطر عباده جميله جدا. جبران الخواطر من ارقى انواع العبادات. اجبر خاطر كل اللي حواليك هتملك اسباب السعاده. اجبر خاطر كل اللي حواليك هتبقى معاك مفتاح رئيسي من مفاتيح السعاده. اجبر خاطر كل اللي بتتعامل معاهم والاقربون اولى. يعني اجبر خاطر مراتك، اجبري خاطر جوزك، اجبر خاطر خطيبتك، اجبر خاطر زميلك، اجبري خاطر صديقتك، اجبر خاطر قريبك. كل ده جبران الخواطر يا ساده عباده. يبقى هنا انا قلت حاجتين اتنين، المفتاح الرئيسي او الكي ماستر اللي هو الرضا بالقضاء الله وقدره، اليقين بقضاء الله وقدره، وقلت مفتاحين صغيرين قوي. قلت ايه؟ قلت مفتاح الاولاني اللي هي التسامح، المفتاح الثاني اللي هي ان انا اشكر كل الناس. طيب انا عايز مفاتيح ذاتيه جوايا انا، حاجات اعملها جوايا انا تخليني انا سعيد. انا عايز ابقى انا حاسس بالامان والاطمئنان والهدوء والراحه. طب انا هعمل ده ازاي؟ انا اعمل ده ببساطه شديده، ببساطه شديده لنفسي، ان انا احول احلامي لاهداف. الاحلام ساعات بتستهلك من حضرتك العمر كله وانت بتجري ورا احلام، وده لوحده بيسلب اسباب السعاده. يعني ايه؟ يعني ايه احلام ويعني ايه اهداف؟ هو ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا ممكن اقعد طول عمري احلم باحلام ومحققهاش، وطول ما هي ما بتتحققش طول ما انا بيجي لي احباط وابقى متضايق وزعلان لان انا ما عرفتش احقق احلامي. لكن لو انا حولت احلامي لاهداف يبقى هتعب على الهدف لحد ما احققه. طب اصدقائي هنا ايه الفرق ما بين الحلم والهدف؟ الحلم مطلق، الحلم مطلق، انا عايز ابقى زي نجيب ساويرس ماشي، لكن ما عنديش الادوات، يبقى ده هيفضل حلم ومش هيتحقق، هيسبب لي احباط. طب انا عايز اتجوز عمرو دياب، يبقى ده هيفضل حلم مطلق هيضيع عمري ويستهلك عمري ومش هتجوز عمرو دياب وهيجي لي احباط. طيب لكن لما احوله لهدف، انا عايز هدف ان انا ابقى راجل بزنس مان، او انا عايز هدف ان انا اتجوز واحد يكون ابن حلال ويراعي ربنا فيا، او انا عايز اعمل احضر الدكتوراه بتاعتي، او انا عايز اشتري عربيه، انا عايز اعمل عمره، انا عايز احدد الهدف بتاعي، الحلم بتاعي احوله لهدف. طب ايه هو تحول من حلم لهدف ازاي؟ انه بقى مسمى وان يبقى له مده. انا عايز احضر الدكتوراه في 5 سنين، انا عايز جريدة نسمات تبقى نمرة واحد على مستوى العالم العربي في مدة 3 سنين. ابقى انا حولت هنا الحلم بتاعي لهدف لان بقى له مدة. طيب بعد ما بقى له مدة انا فاضل لي ايه تاني؟ فاضل لي ان انا اعمل خطوات تحقيق الحلم. ايه خطوات تحقيق الحلم؟ 1 2 3 4. ايه معوقات تحقيق الحلم؟ انا هيقابلني 1 2 3 4. التغلب على المعوقات دي هيبقى ازاي؟ 1 2 3 4. يبقى هنا انا طلعت من الحلم المطلق اللي بيستهلك وقتي وفي الاخر ممكن ما يتحققش ويسبب لي احباط ويضيع مني كل اسباب السعاده، حولته الهدف لهدف اقدر اتعب عليه واقدر اشتغل عليه وبقى عندي مده زمنيه، يعني هقدر اقيس مستوى النجاح. كل ما اعمل خطوه في النجاح، كل ما اعمل خطوه لتحقيق هدفي انا هبقى حاسس بسعاده، وطول ما انا حاسس بهذه السعاده انا كده هبقى سعيد جدا وهابي. ليه؟ لان انا ماشي على بتعب على هدفي وبتعب علشان احقق هدفي. طيب ده موضوع وموضوع طويل ونقدر نشتغل عليه ونتكلم فيه كتير. انا النهاردة يمكن بطلع معاكم لأول مرة في السعادة قرار شخصي. انا واثق ان حضرتك بتملك كل اسباب السعادة، واثق ان حضرتك يعني النهاردة بعد ما نخلص كلام هتفتح التليفون وتعمل مكالمة تخليك تنام سعيد. ايا كان، ايا كان اللي انت هتتصل بيه، حد كان بعيد عنك، حد نسيته في زحمة الدنيا، حد ما كلمتوش بقالك كتير، حد انت زعلان منه شوية فخدت جنب، من فضلك افتح التليفون واعمل الايه؟ اعمل المحاولة دي. طيب لو عملتش المحاولة دي نبقى كده احنا ما اتفرجناش على بعض بالجدية اللازمة، يبقى انت كده خلفت معايا. طب ولو عملت،
لو عملت كده، سواء حضرتك شايفني في البث المباشر دلوقتي او لو هتشوف الفيديو ده بعد كده على صفحة جريدة نزمات، هيبقى لك عندي هدية النهاردة. هتكتب لي في كومنت تم واسمك ثلاثي، هيطلع لك شهادة سفير السعادة من الأكاديمية من عندنا اللي هي الوطنية للدراسات والتنمية بالتعاون مع جريدة نسمات. ودي المفاجأة اللي أنا كنت محضرها لحضراتكم في أول حلقة، إن أي حد هيشوفنا وهياخد خطوة في طريق السعادة هيبقى له شهادة من عندنا هتنزل على صفحة الجريدة، طبعا بالاتفاق مع الأستاذة شاهة علي، إن هي هتنزل الشهادة على الجريدة من عندنا من الأكاديمية باسم حضرتك وباسم حضرتك. مجرد انك تكتبي كومنت ان انت عملتي خطوة سعادة لنفسك مش ليا على فكرة، بس انا هبقى سعيد جدا بكل اللي حضراتكم بتعملوه. هنعمل النهاردة الكلام ده في كومنت، سواء شفت معايا الفيديو النهاردة او هتشوفه معايا على صفحة جريدة نسمات، هتكتب لنا الاسم ثلاثي هيطلع لك شهادة سفير سعادة. شكرا لحضراتكم، كنت سعيد ان انا معاكم النهاردة، دمتم بكل السعادة، وخلي بالك خلي بالك دايما ان السعادة قرار شخصي. محمد عامر.